اهلا بكم شباب، بعد غيبه طويله كده وبعيد عنك بقالي فتره رجعت لكم تاني يا اسطى. بالرغم من كده تكسرت الاقاويل كده، والناس قالت ان انا اختفيت، والناس قالت ان انا اتخطفت، والناس قالت اني شفت، بس رجعت لكم تاني يا اسطى. فيديو تشامبيون، والنهارده معانا تريندامير. I am your worst nightmare. طب بقول لك ايه، مادام هي يعني بقى ماشي، يعني انا مثلا انا هبند ده بس كده، صح كده؟ مش ده اللي بيعملوه؟ شكلك فاهم يا لصه. انا يا اسطى انا راجل مين توب قد الدنيا. بلعبوا ايه يا اسطى؟ تريندامير يا اسطى، مش جوستو ايه؟ طب بتهزر يا ابني. بس هو اللي انا شايفه حقيقي، يعني انت هتعمل الجريمه دي؟ ربنا يسامحنا على الجريمه اللي احنا نعملها في الكون دي. انا هعلمك يا اسطى ازاي تلعب تريندامير النهارده. ازاي تلعب تريندامير في 3 خطوات يا اسطى؟ اه، بن التيمو، اي جوستو، فلاش، الثالثه بقى تعرفها جوه يا اسطى. يا صديقي، الواحد بقاله كتير قوي ما لعبش سولو، ليه؟ ما نشوف كده الناس دي بتقول ايه اليومين دول. ايوه انا بشوفهم بيروحوا البوشايه ديت عشان الانفيد متهيالي، فانا هروح اقف هنا كده. بما ان جونجل جامد بفتيكه، فما اظنش ان التوب لين هيبقى صعب يعني. لم يكن سامي يدري ان فرحته لن تكتمل. تقريبا صاحبنا في التوب ده شكله بيليش مع جونجل باين، which is nice. اهلا صديقي داريوس، اهلا بيك يا صاحبي. ممكن اوتو اتاك، ممكن. طب سلام 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 سلام. A few inches later. داريوس صديقي، ممكن نتعرف؟ اخوك عرب رول هنا في توب لين جديد، انا بحاول افارم، ممكن افارم؟ صاحبنا داريوس فول تراي مود هارد. بص فوكس، استنى يا اسطى بضرب كده، انت عنيف كده ليه يا اسطى؟ طب سلام يا اسطى، سلام 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 يا اسطى، سلام سلام سلام. رومامو، I've come to bargain. اوكي راوند 2. داريوس صديقي، انا كنت لسه بسخن بس يا صاحبي. ديني فارم، ممكن افارم؟ فارم كله بيروح، بسم الله ما شاء الله عليه. والله بسم الله ما شاء الله عليه. صاحبنا داريوس عامل الفريز في التوب، وبملخص كده بقول لك لو راجل تعال قرب من الفارم. واللي يعرف يخرجني يفرجني. طيب يا اسطى، بدام الموضوع كده يا اسطى، روح اشوف لنا اي حاجه هنا تتاخد. مفيش اي حاجه تتاخد. ساد يا اسطى والله. داريوس صديقي، ما جاي اكسر الفريز يا صاحبي وماشي يا صاحبي. اكسر بس الفريز على طول كده، بس ولا ايدك جنبك ولا ده جنبك ولا اكسر بس الفريز بس واتكل على الله. ايدك جنبك ولا عنيف قوي يا اسطى، الولا ايده تقيله قوي يا اسطى. يا ترى اعرف اخده الكانون دوت؟ ممكن بعد اذن حضرتك يعني، ما فيهاش اي سايد. ده بيجيبني يا اسطى بالاي يا اسطى. الو، ما اعرفش يا اسطى، الاي بتاعتي مش شغاله يا اسطى. راح الكانون يا اسطى. مامو، I've come to bargain. داريوس صديقي، بيفات الجنجل بتاعنا يا اسطى. استنى يا اسطى، الجنجل بتاعنا لا الجنجل بتاعنا فلش. فريز تلمنت. اوكي، اتحطيت قدام الامر الواقع. طب تمام، ماشي يا اسطى. لقلت ايرلي قوي بس ماشي يا اسطى، احنا هنموت يا اسطى. نيفر مايند يا اسطى، استاذن. طيب يا اسطى، نعمل نفسنا مالناش دعوه بحاجه. مامو، I've come to bargain. نازل وانا ماشي. داريوس صديقي، ازيك يا صاحبي؟ يا اسطى انت عنيف قوي يا اسطى، انت بتفهمش كده ليه يا اسطى؟ انت مش عارف ليه يا اسطى؟ في ايه يا اسطى؟ في ايه؟ اهدى كده شويه. خد اوتاك بس انا ماشي، انا ماشي، انا هضربك اوتاك بس. ولد عنيف يا اسطى، عنيف. طب هو المفروض اعمل ايه؟ طيب انا مش عارف حتى فارم، اللي هو يعني حتى لو كل ما اقرب من فارم ايدك يلا، اللي هو ما اظنش ان انا اعرف ارجع له تاني يا اسطى. انا ارجع بكرامتي بدل ما ارجع من غير اللباس؟ صح، خد يا اسطى التاور بتاعك يا صاحبي. تاور حقي في ذمه الله يا اسطى. الولد بتراي هارد قوي، مع انها جيم نورمال يعني، مش فاهم هو في ايه. حاسس ان هو بيلعب، يعني بيلعب على عفش بيتهم وعفش البيت والجيران، وبيلعب على العماره كلها اللي هو قاعد فيها. المشكله ده اخري بقى، اللي هو انا اخد الويفه دي وخلاص كده بس. A few moments later. التاور بتاعي توفى الى رحمه الله، وبان داريوس مش موجود الحمد لله، فانا دي فرصتي يا اسطى ان انا اخد التاور دوت، اخد شويه فارم. ما كانش في دماغي غير يا ارنط اطلع اجري. قالوا لي بلاش الاكشن، قالوا لي الكوميدي احسن، قالوا لي انك هتخيش. داريوس اختفى من على الماب، داريوس اختفى من على الماب. بس ايزي طاور. داريوس صديقي، الحمد لله على السلامه يا اسطى. استاذن انا بس عشان عندي حوار كده مع الشوب كده، وهجي لك تاني يا اسطى. بص يا اسطى، طول ما داريوس مش موجود عندي في اللين انا تمام يا اسطى، وزي ما حضراتكم شايفين هو رايح الميد لين تقريبا، فا قشطه، انا تمام، انا 100 100. A few moments later. لا 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 لا، يلا ربنا يوفقهم مع داريوس ويعرف يموتوه يا اسطى. ايزي تاور،
داريوس صديقي رجع الطوب لين تاني. داريوس لا يا اسطى خلاص انا بقيت جامد دلوقتي ومعايا ايتمز ومعايا دنيا، اخش لك وان فون دلوقتي اعمل من وشك بطاطس شيبسي دلوقتي. خد يا ولي خد يا ولي خد يا ولي لسه معايا قلت يا ولي. هو التيم بتاع فين يا اسطى؟ دي شويه لين غريب عجيب، لين غريب يا اخي، صحراء جرداء ملوش دعوه باي حاجه في البرنامج. اهلا داريوس صديقي. A few inches later. اوكي انا مش تلت خالص يا اسطى، بس انا بس مش فاهم انا بفايته ليه كل شويه مع ان كل مره بخسر. يمكن عشان عندي امل ان انا ممكن اكسبه في مره كده ولا حاجه، مش عارف يا اسطى. الحاجه الوحيده اللي انا عملتها في الجيم دي ان انا قعدت افارم بس برغم عدد المودات الكتير دي. اهلا داريوس صديقي، ازيك يا صاحبي؟ كين ايه ده جنبك ولا ايه؟ ده جنبك ولا ايه؟ فكر نفسك داريوس ولا ايه ولا ايه؟ بص عملت دامج على قد ايه؟ السؤال بقى ليه الدامج ده مش شغال على داريوس؟ انا مش فاهم يا اسطى. حياه النبي محمد دي اللي تجيب لي جلطه. صديقي داريوس قرر اللي هو خلاص هيقف لي هنا في الويبه ومش هيسيبنا فارم بقى خلاص، بس انا بحاول اسيب مسافه بينه وبينه، بس احنا في الاخر عارفين ايه اللي هيحصل. تعال يا صاحبي تعال. اخرابك فين؟ مفيش في وشك مكان. هي اصلا دي كانت خطه يا اسطى عشان ما يرجعش للتيم بتاعي يا اسطى، التيم بتاعي كسب في الاخر. اصلا ايزي توب يا اسطى، جي جي ايزي جيم ايزي. اوكي يا اسطى كنا بنسخن بس في الجيم اللي فاتت ديت، فاحنا نعتبر ان هي مش موجوده خالص، احنا نسيناها خالص، فدي مش موجوده دي بنسخن بس. ده بقى الجيم الحقيقي. هايمر صديقي 5 minutes later. الواد ده بتاعي يا اسطى، خلاص الواد ده بتاعي يا اسطى، الواد ده بتاعي يا اسطى، هجيبك ولا استنى ولا ايه؟ ايه ده؟ هايمر صديقي ازيك يا صاحبي عامل ايه؟ طيب استاذن انا بقى يا صديقي. اهلا جايب صاحبك يا اسطى. هايمور صديقي، هايمورا صديقي يا اسطى. الولا غريب يا اسطى، الولا متوحد يا اسطى، وانا للاسف بدات ان انا قتلت. بدات تعال 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 انت بتاعي تعال تعال، مش مشكله الفلاش، مش مشكله يا اسطى. ايه ده جنبك يالا؟ انتوا عايزين تطلعوا الكلب اللي جوايا يا اسطى. واد يا اسطى بص عيل خلاص يلا خلاص خلاص. طب انا ماشي يا اسطى. ايه ده؟ نسيت ان انا بلعب قدام فكر، بعتين لي فكر في التوب لين معلش. تعالى يا ابن المره المتين. انا عرفت يا اسطى ليه الناس بتاعت التوب يا اسطى بتلد بسرعه. لما يجي لك يا اسطى 2 و3 وانت على الله حكايتك تمام ومش بتلعب توب اصلا وخسران ومتداس على وشك في اللين، لا ويجولك برضه، فليهم حق يا اسطى ان هم يتلتوا يا اسطى، خصوصا ان هم قاعدين في جزيره نائيه فوق مفيش حد اصلا بيجيلي اساسا، يعني الجنجل ما جاليش اساسا طول الجيم. ممكن يا اسطى بوش يا اسطى اخد الويفا دي كمان بس اجيب واخد جولد بس وامشي. انا جاي في سلام يا اسطى، سيبني اخد الويفا وامشي. خلاص يا اسطى خلاص انا ماشي يا اسطى خلاص يا اسطى. انت متاكد يا اسطى من انت بتعمله دوت يا اسطى؟ طب تعال 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 تعال. ايه ده جنبك ولا ايه؟ ما ايش مشكله زد، بس انت متخيل ايدي كير عايز يموتني 1 في 1 يا اسطى؟ اللي هو انت متخيل المأساة اللي احنا فيها يا اسطى؟ انا لو 012 او فودافون او اتصالات هموتك برضو يا اسطى. ترى يفضل قاعد في اللين ولا يمشي؟ هو اكيد يا اسطى مات المره اللي فاتت، فاكيد يعني ما اتعلم يعني. هو ده بيحرمش يا اسطى، ما بيتعلمش يا اسطى خالص يا اسطى لول. انا حتى مش محتاج الت هنا، اللي هو ايه تعال تعال، حاجه منتهى الضحك والله. اصلا انت مالكش تيم يا اسطى، يسال عليك يا اسطى مالك في سبورت المفروض بيمشي معاك. انا بص عموما انا اطلع عليك اللي بيحصل فيها في التوب يا صاحبي. يا اسطى هتشقلب يمين وشمال برضه نتيجه واحده في الاخر يا اسطى، مش مشكله يا اسطى ايزي يا اسطى، بطلع غلب في حد يا اسطى في الجيم. This one is what we call a sacrificial lamb. You want to rob me? You want to rob? واو عامل سرندر. واو خلاص يا اسطى انا عرفت الطب بتلعب ازاي. بتلعب الطب تخسر الليل بتكسب الجيم، تكسب الليل بتخسر الجيم. خلاص امال حضرتك فاكر ايه يعني؟ ودي يا صديقي النتيجه ان انا العب توب لين، فاحنا مش هنعملها تاني خلاص، مفيش توب لين تاني، مش راح اللين ده تاني خالص. انا ارجع يا اسطى الجنجل بكرامتي حاجه انا اعرفها تمام، ونلعب ايه تريندامير جنجل. ازاي تلعب تريندامير جنجل؟ طبعا يا اسطى لما قررت انزل بترندامير جونجل ده اللي سمعته صح يا عم. ترند وحش قوي، ما ضعفين الدمج وبتاع قدام المونستر، هيقعد سنه عبال ما يفرم. ولكننا سمعنا حاجه. بص يا اسطى هو كلامي يحترم وكل حاجه، بس انا مش هحترمه يا صاحبي.
اوكي يا صديقي، ازاي تلعب بترندامير جانجل؟ فاكرين يا اسطى فيديو ماستر يي؟ اعتبر ان ترندامير ده هو نفسه ماستر يي بس النسخه الاحدث بتاعته. اوكي يا صديقي، ان انت تلعب بترندامير الموضوع مش صعب، يعني انت في الاول كده بتروح تقعد تفارم، بعد كده تفارم، بعد كده تكمل فارم وتفارم تاني وتفارم كمان وتفارم بزياده، وتبدا تفارم كده يا صديقي لحد ما يجيلك رساله تحت كده تقول بس عليا وخلاص، كان الموضوع جي جي، خلاص الموضوع خلص. اوكي يا صديقي، كلك تاني مره، ازاي تلعب بترندامير جانجل؟ اول حاجه تفارم، معرفتكش انا كده بقى. تاني حاجة، زي ما حضراتكم شايفين، لازم شركة وي تمس عليك وتقول لك اللي احنا فاكرينك، وانك تبقى خسران الجيم وتديك باين كمان، اللي هو ايه، خد بقى، خد واحدة دي اف كي بقى، ايه الدنيا دايسة على دايسة على وشي، يلا احلى باين عليك وانت خسران الجيم يا اسطى. اوكي يا اسطى، كلكيت تالت مرة، ازيكم يا شباب، في ازاي تلعب بترندامير جونجل؟ طبعا اول خطوة يا اسطى عرفناها خلاص، ان احنا هنفرم، ما تعرفوا ليه بعدين بس هنوصل لها متقلقوش يعني. تصدق يا صدق ان انا لسه اول مره اخد بالي ان هم معاهم هايمر توب يا صاحبي، وانا عندي ذكريات حلوه قوي مع هايمر. هايمر صديقي، ازيك يا صاحبي؟ انا هطلع عليك اللي طلع عليا في الجيم بتاع التوب دي. هاتله ايه ده جنبك عليه؟ ليه بقى لازم تفارم يا صديقي؟ عشان حسب خبرتي المتواضعه والجيمات اللي لعبتها بترندامير، اكتشفت ان الاربعه اللي نازلين معاك دول يا صاحبي، دول مش لعيبه، دول بوتات يا صاحبي. فانت حقيقه اللي انت لازم تتكيف ان انت بتلعب لين تيم لوحدك، مش مصدقني صح؟ طب بص كده، شايف فوروك؟ بص الطب بتاعنا، بص الطب بتاعنا نزله تحت التاور، نايم معاه تحت التاور. بص حاجه منتهى الضحك والله، حاجه بتدل ان انت معكش تيم اصلا، لو ايه ما فيش خالص. فايه اللي مشي خلاص؟ ما مشاش يا اسطى. فنرجع للطب بتاعنا يا اسطى، انا بموت يا اسطى. حيوان يا متخلف، انت اطرش. بص اسيستات ولا بوت يعني يا اسطى. هو في الاخر اخد باله بقى لما انا جبته له، ان انا موت جنبه، اللي هو في واحد مات جنبك هنا يا صاحبي، ايه رايك في الكلام ده؟ ما شاء الله، ولا جاب ده ولا جاب ده، بسم الله ما شاء الله عليه. جاب ده ومات، بس ده معناه حاجه يا اسطى، ان المد كده فاضي يا اسطى، وفي فارم في المد، فدي فرصتي يا صاحبي. راح فارم في المد، الفارم ده بتاعي خلاص. شايف في ناس انا بتفايت يا صاحبي، بس احنا مالناش دعوه بيهم يا صاحبي. يا جدعان يا خراب على الروان، شويه فارم ايه؟ حاجه عنب متعه. انا حاسس ان في حد بينده عليا يا اسطى، مالناش دعوه، اوهام يا عم. يا ربي يا اسطى، الواحد يبقى واقف في امان الله. التيم اللي هو بتاعك، تعال تعال في عركه، تعال 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 يا اسطى، سيبني يا اسطى فرمي في امان الله يا اسطى، حاطط الكانون بس. جي جي، نرجع نفرم تاني يا صديقي، ولكن حاجه حصلت. بس هو في حاجه يا اسطى عايز اقول لك عليها، لو انت بتفرم وجالك فرصه ان انت تاخد كلايه، وخصوصا لو كان هايمر، فده حلو صح يعني، لو انت في كلايه في الطريق وانت بتفرم عادي قشطه ماشي. زي ما حضراتكم شايفين، الميد لين بتاعنا مات تاني، وده معناه ان انا اللين ده بتاعي خلاص، الفرم ده كله بتاعي تمام. وفي الغالب مشيني بس يا اسطى، مشيني كده، مش مشكله ان انا مت يا اسطى، بس انا خدت الفرم، اهم حاجه الفرم. وزي ما حضراتكم شايفين، الميد لين بتاعنا مات تاني. طبعا دي مش حاجه جديده علينا يا صاحبي، طبعا انا مش جاي اخد جسمان، انا جاي اخد الفرم بس، واشوف التاور ده كمان بيقول ايه. مؤاخذه بس معلم ياسو، بص يا اسطى بيحاولوا يشتتوك يا اسطى عن الهدف بتاعك يا صاحبي. الهدف بتاعنا ان احنا ناخد التاور ونتكل على الله، انا مش جاي نفايت. ماشي انا ماشي يا صاحبي، انا ماشي. برضه بيحاول يشتتك يا اسطى، ان هو يخليك يتفايت برضه، هي دي العاليه، هي دي المينتاليتي بتاعته. بس احنا لنا هدف واحد في الجيم دي، ان احنا نتجاهل الناس دي كلها ونروح نكمل فارم، هم هيبتدوا فايت حوالينا. ماشي مؤاخذه بس صاحبي، انا ماشي يا صاحبي، انا ماشي. بص يا صديقي، العالم ده نوعين من الناس، ناس تعرف ترندامير وناس تانية تعرفش ترندامير. فاللي ما يعرفش ترندامير وشايفني داخل عليه كده، ده في الغالب بيحاول يموتك او يخليك تضرب الت، بس بيموت في الاخر. اما للناس اللي تعرف ترندامير، ده بيحاول يهرب منك ويتشقلب وبتاع وشقلبازات، وفي الاخر بيموت برضه. فالسؤال دلوقتي، ترى هايمر ده انهي نوع فيهم؟ زي ما قلت لك يا صديقي، زي ما انت شايف كده، في هنا فايت اهوت، في فريكل، فناخد الفريكل يا صاحبي ونروح نفارب تاني عادي. بس مشيني بس صاحبي، بس الكلاد بتاعتي بس مشيني، شكرا بس كده. استنى كده، لا ربنا يوفقك يا صاحبي، ربنا يوفقك. استاذن انا بقى عشان ورايا فارم بس، معايا ورايا ميشن بس، ورايا تارجت بس عايز اخلصه. الموضوع بسيط يا صديقي، الدنيا ايزي يعني، بتاخد الكلاد تخرج، ما ولا حد حاسب حاجه، كمل فارم خلاص يعني، قربنا التارجت بتاعنا اهوت. كان زمان جبت 300 فارم وخلصت الجيم من زمان. 60 بتاعي يا اسطى قاعد بيشدني في فايتات غريبه يا اسطى، وادي ايزي بارون يا صاحبي عشان اعرف ابوش. احسن حاجه يا اسطى ان انا اقطع ودني واقفل الشات واقفل المايك. انا معايا ناس من الديسكورد على فكره، هم مش شايل صوتهم بس هم قاعدين يفليموا دلوقتي. احنا يا اسطى لينا تارجت ان احنا نجيب ال 300 فارم، مهما يقولوا بقى مالناش دعوه بقى بيقولوا ايه. 287 ضيعنا البار 300 اقفلهم 300. فكره يا صديقي، ان التيم بتاعي شايفني فكرني ان انا بترول، فانا مش بترول يا صاحبي، انا بحاول اكسبهم الجيم. هم فاكرين ان انا مش معاهم، ما بروحش معاهم في حته وكده، فان انا بترول عليهم. اي نعم ان انا بعتبرهم بوتات وكده، بس انا بحاول اكسبهم الجيم رغم من كل ده برضه. سيبونا اكمل 300 فارم وجي جي، اسمع مني يا صاحبي، انا بالطريقه دي مش هنكمل 300 فارم يا صاحبي.
مش عاوزين نفايت لسه واحده بس يا اسطى. سيبنا ناخد الواحده بس يا اسطى وجي جي يا اسطى واحده بس. هات الكامب ده ها بس جي جي خلاص جي جي يا صاحبي خلاص كده. شكرا شكرا رجاله خلاص شكرا. قد لمعت عينيه شباب. انتوا هتخلصوا الجيم يا شباب؟ انا لسه مكملتش 300 فارم يا صاحبي. اوكي اعزائي المشاهدين انت ممكن تتخلص الجيم ب 200 فارم بس يعني التشانس ان انت 300 فارم يبقى احسن يعني، لان هنا التيم قرر اللي هو يساعدك يعني، بس الافضل يعني والامل ان انت تكمل 300 فارم احسن يعني. وبس كده يا صديقي، ده كان ازاي تلعب بترندامير جونجل. ولو انت زهقان يا صاحبي بخش عندنا الديسكورد، عندنا كوميونتي توكسيك جامد قوي هتعجبك قوي بصراحه.